أقلعت صباح اليوم من قاعدة عبد الله المبارك الجوية طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى جمهورية السودان الشقيق ضمن الجسر الإغاثي. الطائرة كانت محملة بعشرة أطنان من المساعدات وتأتي في إطار حملة المساعدات لإغاثة الشعب السوداني. منذ بداية الجسر الجوي الكويتي قد تم إرسال 140 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في السودان، وذلك للوقوف إلى جانب الأشقاء تجاه الأزمة الناجمة عن الأوضاع الإنسانية في السودان. في إطار الدور الإنساني والإغاثي لدولة الكويت تستمر رحلات النقل الجوي وعددها حاليا 14 رحلة متجهة إلى جمهورية السودان الشقيقة بحمولة تقدر 10 أطنان بالتعاون مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر. ومنذ بداية الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في السودان قد تم إرسال 140 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك للوقوف إلى جانب الأشقاء لتجاوز الأزمة الناجمة عن الأوضاع الإنسانية في السودان. الطائرة المحملة بالشحنة رقم 14، هذه الشحنة عبارة عن مساعدات إغاثية بالإضافة إلى مساعدات طبية. طبعا هذه تحت شعار حملة الكويت بجانبكم، هي مستمرة صار لها أسابيع بعد الأوامر السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه. هذا الجسر الجوي عبارة عن مساعدات لأشقائنا في السودان. ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.